الحقيقه ما سالينا من المعاناه الاولى ديال العام، زادونا ثاني معاناه اخرى. بغينا نعرفوا علاش كيسدوا الحمام. الحمام ما فيه حتى شي بؤره، الحمام لحد الساعه حتى شي بؤره ما كاينه. علاش كيسد الحمام؟ اشنو السبب؟ الناس باقا عندهم المعاناه، باقا الكريدي، باقا الناس باعه حوايجها، باقا الناس كلشي وسد الحمام. اشنو كاين؟ المدرسه دابا الناس جوعه ولادها، الناس ما واكلاش، الناس ما شارباش، اشنو السبب؟ الامل في الله وفي سيدنا. حنا كنطالبوا بسيدنا يحل لنا الحمام، ما كنطالبوا حتى شي واحد من غير سيدنا، هو اللي غادي يدير الحل. حنا ما كنعرفوا حتى واحد من غير سيدنا. سيدنا انت تاج راسنا، انت اللي غادي دير لنا الحل. هاد الشيء راه بزاف، الناس راه مضروره بزاف كثر من القياس. الناس راه ضريتوهم، الناس الضعافه ماسحين فيهم رجليهم، راه حشومه هاد الشيء، راه عيب. هاد الشيء ما بغاه لا الله ولا العبد. حنا راه مسلمين مع بعضياتنا. شوفوا في الضعافه الله يرحم الوالدين. هاد الشيء راه عيب وحشومه. وجيتوا وقت المدرسه الناس كتقري ولادها، الناس شردت ولادها، الناس جوعت ولادها. واش عام والزياده والناس مقهوره وزيدوا كملتوا عليهم؟ اشنو السبب؟ بغينا نعرفوا اشنو السبب عندهم في الحمام؟ اش عندهم في هذا الحمام هذا؟ صابوا ما بانت في الحمام لحد الساعه ملي بدات كورونا لدابا. حتى حاجه، طرام عامر بلان ما فيه لا شراجي ولا والو، الطوبيسات عامرين، القهاوي عامرين، اي بلاصه مشيتي عامره. علاش الحمام؟ اشنو السبب للحمام؟ اش كاين؟ كلشي كلشي، اي بلاصه، الناس مسافره، الناس مفوجه، مطيلات، كلشي، اشنو السبب؟ وسيدنا الله يجازيك بخير، راه حنا عندنا وليداتنا. اشنو السبب؟ ولادنا قهرناهم، ولادنا شوهناهم، ولادنا عريناهم. راه عام ماشي سهله باش يجلس بنادم وزيدوا كملتوا عليه. وبغينا نعرفوا السبب شنو هو؟ اشنو عنده الهدف في هذا الحمام؟ تيقهر عباد الله، تيجوع عباد الله. الناس ما جات هنا الا ما عندهاش، الناس كدوي وتتكلم الا ما عندهاش. راه بزاف هذا الشيء، راه عيب حشومه. وسيدنا الله يجازيك بخير، شوف هاد الناس حشومه. الا بغيتي تسد دير الناس شهريه، ما تسد تدير الناس شهريه. راه الناس ضعاف مساكن ما عندهمش، الناس بقى عليها الكريدي. اي بلاصه محلوله، اي بلاصه عامره. واش هادي حقره للناس الضعاف؟ واش الناس الضعاف ما عندهمش سميتو؟ راه حشومه عيب. وهاد الناس انا بغيت نعرف هاد المسؤولين اللي كيصدروا هاد الحكم ديال انهم يسدوا الحمام، واش فكروا في الناس اللي دوك شغيله الحمام اللي سدوا عليهم؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ فين غيمشيو هاد العيالات؟ كل وحده وكل رجل وكل مراه خدام في الحمام الا عنده مسؤوليه ديال عائله وكره وموضوع، سدوا علينا هكاك بدون وجه حق. باش من حق انهم يسدوا علينا ما يديروا معنا حتى شي حاجه؟ ما فكر لا فينا لا في ولادنا. اش غناكلوا؟ اش غنشربوا؟ اش غادي فين غنمشيو؟ واش عرفتي شحال ديال الناس نضروا من هاد السدان ديال الحمامات؟ بزاف الاف ديال الحمامات اللي تسدوا بدون وجه حق، بدون قانون. سدوا علينا عام ونص وما سادين علينا، عمرنا كراوات، عمرنا موضوط، ما بقاش عندنا فين نزيدوا. وحلوا لينا في واحد الوقت اللي الحمام اصلا ما تيبقاش خدام، لاننا حنا تنخدموا في البرد، فملي كيبدا يسخن الحال راه الحمام كيوقف بوحدو، ما كيبقاوش يدخلوا عندنا حتى، ما كتلقاش حتى 10 العيالات مجموعين في بلاصه وحده. اصلا خدامين بواحد الطاقه استيعابيه بوحدنا بلا ما يصدروا لينا هما قليله. وفاش بغينا وترجعوا ثاني سدوا لينا، فين غنمشيو؟ كنناشدوا رئيس الحكومه يجاوبنا، فين غنمشيو؟ وسدوا لينا الحمام، وقبل ما يتسد الحمام خصهم يفكروا في التشغيله ديال الحمام. فين غيمشيو هاد الناس؟ اش غياكلوا؟ اش غيشربوا؟ اش غيعطيو لولادهم؟ واش غير سدوا عليهم وطلقوهم للزنقه؟ ويكفي ان ناس ان وصلت درجه ام كتبيع ولادها حيت ما لقات ما توكلهم. واش عرفتوا شنو هي كتبيع ولادها حيت ما لقاتش ما توكلهم؟ وكذلك كتطلبوا من هاد الناس كلهم اللي في الحمام خدامين، كتقولوا لهم سيروا تموتوا، ما عندنا لا فين نخدموا، ما عندنا فين امنوا لينا الخدمه. وعدتونا بالدعم ما عطيتوش لينا، حليتوا لينا الحمام وقلنا الله يجعل بركه.
ولادنا سديتوا علينا. داز العيد الكبير هزين كريديات رمضان هي جايه المدرسه باش غنقريو ولادنا اش غنعطيوهم اش غنعطيو مول الكرا مول الضو واش الا مشينا عند مول الكرا جا عندنا يتخلصوا قلنا ليه راه رحنا خدامين في الحمام غيعفينا من الكرا واش الا مشينا لديك نخلصوا قلنا ليهم رحنا خدامين في الحمام غيعفيونا من الك من الورقه الضو نخلصوها وهكا خصكم تشكروا فينا سديتوا علينا ديروا معنا قانون سديتوا علينا عطيونا دعم عطيونا حنا عاونونا باش نكونوا مع ولادنا ومع عائلتنا ما يمكنش تسدوا علينا وحنا ما عندنا ما ناكلوا ما نشربوا ما ناكلوا ولادنا ما عندنا ولادنا اللي مريض كاين اللي عندها عائلته مريضه كاين اللي راجلها مريض كاين اللي ارمله عندها عندها سته الاولاد كاين فكروا شحال البشر توقف من الخدمه فين غيمشيو هاد الناس واش نمشيو نطلبوا راه حتى الطلبه راها عمرات الدنيا راه بزاف هاد الشيء الله يجازيكم بخير شوفوا فينا شوفوا في هاد الناس اللي حكمتوا عليهم بالموت الله يجازيكم والله يبارك في عمر سيدنا شوف فينا حنا كناشدوا سيدنا يشوف فينا سيدنا يشوف من هاد الفئه هاد الناس اللي سدوا عليها وخلاونا كنموتوا بجوع حنا ولادنا يديروا معنا شي حل ما يمكنش غادي يخلونا هكا نيايا كنموتوا بجوع دايحين في الزنقه ما كاينش فاش نخدموا ما كاينش فاش نخدموا المصدر القوت ديالنا سديتوه لينا فين نمشيو اش غناكلوا والله يبارك في عمر سيدنا وكنتمنوا من الله يديروا معنا شي حل هاد الناس راه حنا هذا لا راه صافي راه ما بقى غير نشزوا ولادنا ونمشيو نخرجوا للزنقه راه حيت الناس ما لقيتش باش يخلصوا الكرا اش غادي يديروا غنهزوا ولادنا ونخرجوا للزنقه مول الدار ملي غيقول لك خوي ليا داري راه غادي تخوي عليه وغتهزي ولادك وتخرجي للزنقه واش هاد الشيء راه ماشي معقول الله يرحم الوالدين ديروا معنا شي حل راه حتى حنا مواطنين مغاربه ما يمكنش تسدوا علينا هكاك وتقولوا للناس سيروا فين ما عجبكم راه ما يمكنش الله يرحم الوالدين ديروا معنا شي حل راه هاد الشيء راه ماشي معقول حنا راه حنا ناس وهادسين مسؤوليات وهادسين ولاد القليله فينا عندها اربعه الاولاد خمسه سته عندها ناس مريض عندها ولاد معاقين هاد الناس فين غيمشيو فين يمشيو هاد الناس يمشيو ما عندناش نمشيو حتى الزنقه راه ما غدير لينا والو خرجنا الزنقه غنتلاحوا الله يرحم الوالدين والله يبارك في عمر سيدنا الله يبارك في عمر سيدنا يشوف فينا